السلام عليكم، كيف توما؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كتعاودوا؟ هذه اول مره نخرجوا في الليل اخوتي منذ القدم. لا، من الصيف، من الصيف الضوء قبلت. يلا تشوفونا فين غادي نمشيو. خليكم معايا. رجعت لكم، رجعت لنا ماشي مالاغا. في مالاغا كاين واحد الموطع كبير كيعملوا فيه الديوان والزواق، المهم داكشي كبير مزيان. عمرنا ما مشينا حنايا، كل عام كنقولوا غنمشيو نشوفو، يعني نتسارو ونفوجو نشوفو بعيننا وصافي، ماشي كنحتفلوا ولا شي حاجه، يعني نشوفو وصافي. وكل عام ما كيكتب شي، سبحان الله. وهذا العام قلنا يلا نمشيو. دابا اليوم حنا خرجنا، عمرنا ما خرجنا في الليل، باقي عمرنا ما خرجنا مشينا شفنا هاد الدنيا كتكون مزيونه. في دراس العام كيزوقوا كلشي الديوان وداكشي. This little light of mine, I'm gonna let it shine. وصلنا لمالاغا واخيرا. جوارنا فين باركي الطونوبيره؟ صراحه ما فتشناش بزاف هاد المره، دغيا ما جوارنا وصافي. دابا كنتمشاو، ماشي ما كاينش شي باركي حدا ديك البلاصه، يعني باركينا بعادين شويه ومشي على رجلنا كنتمشاو. رجعنا لنفس العاده ديال كمامه مع القافيناتي. طبعا انا واش حنايا جينا نتمشاو يضرب فينا الهواء ونشوفوا بعيننا، ولا نعملوا كمامه مخنوقين؟ جبرت سوق ديال الحوت، بلاصه زعما ديال الحوت، بحال بلاصه الحوت ديال كيف كان فايش كفكرك امين يتذكر الذكريات. بقيت كتخبط عليا بلاصه الحوت طنجه. سي بلاصه الحوت ديال طنجه. شوف المهم قلت لكم رجعنا ثاني نفس العاده ديال كبامه فينا تحت شي، ما غنعملهاش دابا حتى لا بانوا لي بوليس ولا شي حاجه. لا لا، الدنيا خاويه اصلا، ماشي بنادم بزاف تنايا دابا، ما تشد الدحاس. وعاد الواحد كيبغي يخرج يتمشى يشم الهواء. يقول لك عمك كمامه، رجعونا كمامه في الزنقه. ما كنقولوا يزولوها لنا مره حتى بلايص لين داخل، وقال لك زيدوا عملوها برا وصافي. هاي بنات سؤالكم شي، الدنيا غزاله. This little light of mine, I'm gonna let it shine. واو، شوفوا البنات على المنظر، كاين الشارع بلان بلان بلان. طبعا تشوفوا بالعين مجردة ماشي هي بكاميرا، فرق كبير. ورا راه شنو كاين هنايا؟ جوي قد دويرة شي وقع ولا واحد العيد عام من الشو، فهمتي؟ قال لك اش طاح على شي حاجه بحال هذا، باقي ما بدا خصو يشوف الذبابه شنو وقع تما. ما نعرف واش تبان لكم نتوما شي حاجه. راهو ماشي ديك الحاجه اللي ماشي كتخاف في العواوز. شنو هذا؟ شنو هذاك يا جنيد؟ شنو هذا جنيد؟ شي جنيد خوفان. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Everywhere I go. الشجرة هادي معلقين فيها بلا ديال الكارطات. كل واحد شنو كاتب هنا؟ دراي شو شحال بلا اي جولاي سي واو.
كيف جاكم المنظر صراحة؟ واعر خير عمرنا ما وصلنا لديك الشارع هذاك. بس سنترو د مالاقا كاين يجيو من مالاقا كنمشيو إذا في الكنال وما يعملوا بريمارك مربية كنا كنجيو هنايا على حساب بريمارك إيكيا كنجيو إذا دورة وصافي ما عمرنا مشينا تسارينا إذا في كاسكو أنتيكو د مالاقا وفي سنترو د مالاقا. منظر بزاف كي حمقت لك شارع كبير صراحة. منظر بعينك بالعين مجرد تشوفو ماشي هو بالكاميرا واعر منظر واعر. وهادو كانوا عاملين سبيكتاكل كيعملوا بريك دانس داكشي كيشطحوا تما جاو ديرو بوليس تجمعوا بزاف ديال الناس بزاف الناس وقفوا جمعوا فيه تفرجوا فيهم. ايوا صافي حق منظر واعر صراحه ديكور مزيان. بمناسبه الدنيا خوات شويه زولت كمامه مهم هنايش بوليس كنشوف بزاف الناس بلا كمامه. بما انه راس العام بزاف الناس كتبغي تصيفط في فلوس العائله ديالهم في المغرب فمرة اخرى كنت شاركت معكم ابليكاسيون ديال تاب تاب اللي كتقدروا تصيفطوا منها الفلوس فور المغرب ما كتخلصوا عليهم حتى شي حاجه وغير من الدار ديالكم. يعني ما كتخرجوا ما كتمشيو تشبروا فيلا او تشبروا النوبه باش في اللوكوتوريو ولا في البوسطه باش تصيفطوا فلوس وتخلصوا عليهم مع تاب تاب. كنت شاركت معكم الناس اللي ما شافوهاش شي مره اخرى. واحد ابليكاسيون سهله كتريشارجوها في التليفون ديالكم كتدخلوا فحال اللي غتشريو مثلا من الي اكسبريس ولا من امازون ولا من شين كتخلصوا بالكارطه. مثلا بغيتوا تصيفطوا 50 اورو كتقدروا تصيفطوا على فكره ابتداء من 2 اورو حتى 2000 اورو. نقولوا مثلا بغيتوا تصيفطوا 50 اورو ياك غير كتدخلوا للابليكاسيون كتعمروا المعلومات ديال الكارطه ديالكم ما تخافوا من والو. ابليكاسيون مضمونه على الضمانه ديالي وقالت لكم شي حاجه جاودوا معايا حيت بزاف البنات غلطوا. كاين ناس واحد السيده مسكينه كانت باغا تصيفط 50 اورو وزادت زيرو صيفطت 500 وتخلعت وجات كتقول لي كيفاش انا من دابا. قلت لها هضر معاهم في ابليكاسيون كيخليو النمره ديال الواتساب. دخلت هضرت معاهم في الواتساب ولا في ابليكاسيون تقدر تشاتي معاهم. قالت لهم شنو وقع انا غلط رجعوا لها الفلوس ديالها صافي ما عندكم مناش تخافوا كيوقع شي غلط كتهضروا معاهم كتعملوا كانسل كيرجع لكم فلوس ديالكم الكونط ديال البنكة ديالكم. الطريقه جيت سهله كيف ما قلت لكم. دابا خليكم في الاخر ديال الفيديو كيفاش تعملوا تصيفطوا. انا صورت لكم فيديو بالتفصيل للناس اللي ما عرفوش كيفاش يصيفطوا وريتكم مراحل. المهم هو سهله ومضمونه ما تخافوا حتى شي حاجه. زائد كتقدروا تربحوا 5 اورو على اول مره كتصيفطوا من ابليكاسيون. غنخلي لكم هذا الكود هنايا طنجاويه 40 كتدخلوه. اللينك ديال ابليكاسيون غنخلي لكم في صندوق الوصف وفي التعليق الاولاني. كتيليشارجيو ابليكاسيون في التليفون ديالكم كتعملوا الثمن شحال بغيتوا تصيفطوا من جوج حتى 2000 اورو. نقولوا مثلا تصيفطوا 50 اورو كتكتبوا لنا 50 اورو كتعمروا معلومات ديال الكارطه ديالكم نمره التليفون وكلشي الاسم الشخص اللي غتصيفطوا له الفلوس والنمره التليفون ديالو باش كيوصلوا واحد الكود في النمره ديال التليفون ديالو وكيمشي يشبروا ليه فلوس. ما تخافوش الا كانوا الوالدين ديالكم ناس كبارين مثلا ما يعرفوش يشوفوا الميساج ويشوفوا الكود حتى هما كيطلع لكم ديك الكود في ابليكاسيون صوروه وصيفطوه للعائله ديالكم كيمشيو يشبروا به فلوس. لاكارت ناسيونال فقط يعني لاكارت بطاقه وطنيه والكود اللي كيصيفطوه لكم طب طب في الميساج النمره مثلا الوالد ديالك عاتمن نمره التليفون ديالو كيصلو فيه كود عيدي ديك الكود وبطاقه وطنيه ويمشي كاش بلوس كتقدروا تشبروا فلوس في كاش بلوس. كاش بلوس في كل موطا كاينين في المغرب يعني كتبارتي لي بوتيك عنده حتى هو كاش بلوس فهمتوا يعني ساهل ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وصافي هادشي اللي كاين ما تنساوش يدخلوا الكود طنجاويه 40 باش تربحوا
51 درهم 52 درهم على حسب الصرف كل مره وكيفاش كتصرف العائله ديالكم في المغرب. يعني مثلا صيفطوا 50 كتوصل المغرب بالصرف على حسب شحال ما بين الاورو والدرهم زائد 51 درهم ولا 52 درهم على حسب الصرف كما قلت لكم كتوصل زايدا العائله ديالكم على حسب الفلوس على اول مره تستعملوا التطبيق. شنو مرات اخرين ملي تبغي تعاود تصيفطوا صيفط بكونط البنك هادشي صاحبتك ديال الراجل ديالك ديال اختك وكل مره كتعاود تصيفط يعني باسم جديد كتربح 50 درهم جديده 51 درهم جديد. ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين. حتى وصلوني بزاف الاسئله على هاد الابليكاسيون ما عندكمناش تخافوا كاين الناس اللي كيخافوا ما تخافوش اعملوا الداتوس ديال الكارطا ديالكم وكتقدروا تصيفطوه من فرنسا بلجيكا هولندا كندا بزاف ديال الدول. هذيك الساعه نخلي لكم واحد التصويره هنايا باش تشوفوا الدول اللي تقدروا تصيفطوا منها. اسبانيا طبعا تقدروا تصيفطوا منها غير المغرب فقط حيت كاين اللي كيسقسيو شكون راه صيفطوا في وسط اوروبا باقي ما كاينش حيتاش الفلوس كيتبروا غير من كاش بلوس فحاليا غير من هاد الدول اللي نخلي لكم هنايا من المغرب وصافي. هادشي اللي كاين الرابطه تجبروا في صندوق الوصف في التعليق الاولاني كنتو كتشوفوني في فيسبوك تجبروا الرابط فوق الفيديو الرابط ديال الفيديو غادي تجبروه فوق الفيديو وفي التعليق الاولاني غادي تكليكيو على ديك الرابط مي كتكليكيو كيطلع لكم في بلاي ستوري. انا حيتاش عندي تيليشارجي كطلع لي هنايا ابرير نتوما غطلع لكم تيليشارجي ولا انستالي كتانستاليوه في التليفون ديالكم ومن بعد كتدخلوا له ساهل ماهل كيطلع لكم التطبيق فحال هذا الشكل هذا نتوما كتشبروا كتسجلوا اول مره كتكيو هنايا انا عندي بسبانيولا نتوما يطلع لكم على حسب اللغه اللي عندكم في التليفون غادي تكليكيو على هنايا وغادي تكتبوا الاسم ديالكم انا غير غادي نعملو صافي كتعملوا طبعا المعلومات ديالكم صحيحه طنج انا غنكتب وصافي طنجاويه وكتكليكيو على سيغينتي اولا سويفون اولا على حسب اللغه اللي نتوما عاملين هنا كتعملوا الايميل ديالكم صحيح وهنايا كتختاروا واحد كونترا سيني اولا واحد المودوباس كتعملوا واحد الكود اللي غتبقاو عاقرين عليه باش تفتحوا به كتعملوا هنايا الايميل اللي يكون خدام طبعا وهنا كتعملوا الكود وكتعاودوه هنايا مره اخرى صافي انا عمرت المعلومات ديالي غادي تعاودوا تكيو هنايا في سيغينتي ولا سويفون ساعه كيطلعوا لكم هنايا الدول غادي تختاروا نتوما المغرب اللي غتصيفطوا نتوما الصرف اورو دابا كيعطي 10 درهم و23 غادي تختاروا المغرب الا كنتو خصكم تصيفطوا بلاد اخرى طبعا غادي تختاروها صافي هنايا كتعمل شحال بغيتي تصيفط كيطلع لك شحال بالدرهم مثلا غنقولوا غنصيفطوا 100 الاورو كتعطيك 1023 درهم على حسب الصرف ديال هذا النهار هنا في هذا الموقع هذا حيتاش انا دابا عمرت الكود وطلع لي هنا كيطلع لكم فين تعملوا الكود غتعملوا هذا الكود ديال طنجاويه 40 انا نخليه لكم مكتوب في صندوق الوصف غتكتبوا طنجاويه 40 ديك الساعه كتعطيكم هنايا ربحتوا 51 درهم فاصله 15 5 الاورو غادي توصل العائله ديالكم اللي غتشبر فلوس في المغرب غادي يشبروا 1023 درهم زائد 51 درهم كادو صافي كتكملوا كتعملوا سيغينتي وهنايا كتعملوا الاسم ديال الشخص اللي نتوما غادي تصيفطوا له الفلوس كامل صحيح فحال اللي في لاكارت ناسيونال ضروري تعملوا الاسم فحال اللي في البطاقه الوطنيه انا غير كنعمرها للناس قدامكم وصافي نتوما غادي تعملوا الاسم صحيح بحال في لاكارت ناسيونال ضروري وهنا غتعملوا الرقم ديال الشخص اللي غيشبر الفلوس في المغرب الاسم والرقم ديالو ضروري الرقم يكون صحيح باش كيوصلوا واحد الكود في التليفون ديالو وكتعاودوا تكيو هنايا في سيغينتي كيعطيك باللي واش تاكسبتي واش زعما الاسم صحيح صافي غتاكسبتي ولا كنتي غلط كتعمل هنايا على حسب اللغه اللي كطلع لكم في التليفون مهم وكتصحوا الاسم سينو غادي تعملوا اكسبتار وهنايا كتعملوا المعلومات ديالكم الا كنتو في اسبانيا كطلع لكم اسبانيا على حسب الاول ملي كتفتحوا كطلعوا فاش من بلاد نتوما الا كنتو في فرنسا ولا مثلا في شي بلاد اخرى كطلعوا فيها هنايا كتعملوا كود بوستال ديال المدينه ديالكم هنايا كتعملوا المدينه ديالكم وهنايا بروفينسيا وكتعملوا سيغينتي كتعمروا المعلومات ديال الكارطة اللي غادي تقطع منها الفلوس بحال اللي غتشريو من علي اكسبريس اولا امازون اولا شيان بنفس الطريقه سهله مهله وما عندكم مناش تخافوا زعما كاين بنات اللي كتقول لك عندك يسرقوا لي نعمل المعلومات ديال الكارطة ديالي عندك يسرقوا لي الفلوس ولا شي حاجه ما تخافوش هاد البنات تطبيق مضمون مجرب وجربوه بزاف ديال البنات اللي متبعيني ملي هضرت عليه اول مره وصيفطوا منه الفلوس وربحوا 5 الاورو وكل شيء ما عندكم مناش تخافوا هنايا غتعملوا الاسم اللي كاين في كارطة كارطة ديالكم ولا شي واحد اللي غتصيفطوا منه كتبعوا هنايا الاسم اللي كاين مكتوب في الكارطه هنايا كتعملوا النوامر ديال الترخيطه ولا ديال الكارطه هنايا كتعملوا التاريخ ديال الكارطه كيكون مكتوب تما واحد التاريخ كيكون الشهر والعام وهنايا كتعملوا واحد ثلاثه ديال الارقام كيكونوا مكتوبين في الظهر ديال الكارطه ولا في الوجه على حسب نتوما كيفاش عندكم على حسب البنكه ديالكم صافي وكتعملوا سيغينتي
وكتكملوا. ساعه كيوصل واحد ميساج من الشخص اللي نتوما صيفطوا له فلوس من المغرب، هو كيهز ديك الميساج فيه ديك الكود مع لا كارت ناسيونال والبطاقه الوطنيه ديالو، وكيمشي لكاش بلس، كاينين بزاف ديال كاش بلس في المغرب، كيمشي وكيهز فلوس ديالو وكيربح 51 درهم زايد وصافي. هادشي اللي